كان في وقت كنت اخرج الزكاه كنت محتار يعني. ف يعني والدي قال لي يعني ان يعني هذه الفتاه يعني بترفض العرسان يعني لانها لا تستطيع ان تجهز نفسها لل يعني للزواج. انت عارف النظام في يعني انت تسال عن اخراج زكاه المال لفتاه فقيره لا تستطيع التجهز للزواج. يا ترفض الأرسان بسبب ذلك بسبب الفقرة. يعني الآن بس سهل علي السؤال. أنت سؤالك باختصار عن إخراج الزكاة لفتاة لا تستطيع أن تجهز نفسها للخطاب كده؟ صح يجوز.